افسخ ان عاليه وسخ يا واطي افسخ. طيب طيب سخت وسخ فرش بعد افسخ افسخ ترى ما بحطك ذا المكان لاني بروح اشوف المكان وسخ زيك الوسخ قبل ما اروح اشوف المكان. بيتك حلو والله اصبر. طيب روق 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 يا بربيع. شوف الميزان عندك خلينا نشوف. ارقد كلك 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 الله يقرف عدوك. 128 والله ما سمعت والله ما خربت على اساسها. بديت كنت 134 نزلت الحين ايش بتسوي يا مجنون؟ ايش بتسوي؟ خليك كيف مايكات خليك خليك كيف مايكات الله يخرجنا من الليل. المشكله ان جوالي معه وما ادري هذا الحين تتصور يزيد لي ولا له مقطع ما ادري مين ما ادري الوضع غريب. المركز الثاني لكن باذن الله ان بربيعه رغم انها شوف يا جماعه صوتي سحبني وحطني في الشنطه ضربني في ايرون هاوس ضربني في الفيلا ضربني في مقطع احمد ضربني على الرصيف تعبني رغم هذا كله باذن الله ان بربيع بيجيب المركز الاول في شيء واحد بس بيجيب المركز الاول اكثر واحد ضربني لا هذا سالفه ثانيه يعني. بيجيب المركز الاول ان شاء الله في جوي اوورد والله العظيم انه ما يستاهل لانه والله لو طلع هذا المقطع له مصيبه بدون انت تصور انت مصور معانا في بور يا اخي مستحيل انك تصور له خايف متوتر وادري ان الحين بيجي يقول قم قم يا دب قاعد على الكرسي ايش غنى وش ذا الله بس ما ادري وش يبي الحين هو ما ادري صليت تعال بودك المزبله امشي صلينا وخلصنا العشاء توك طلع العشاء صلي يلا اخلص يلا بس دي اللمبه تسمح لي شوي بس انا هذه سوالف في ريحه عطر بخينا شوي عشان في فهمت وش الريحه مو بوسخه ريحه الغرفه لا لا مو بوسخه لا لا مو بوسخه ريحه عرق لا لا مو بوسخه لا مو بوسخه طيب اسمح لي بس شوي عشان في حاجه وشو في حاجه بس ما طلعت وش بريك اياها يلا يا جماعه بس التوضيح اللي ما شافوا ان هذيك الفضيه ودائما ابو ربيع متعود على الشيء الفضي المركز الثاني طيب شوف الجنبها حط حط جنبها اوه مغبش شوف اللي تحت تغبش عليها ما بتفوز عليه وبعدين وش تبي بس سنه واحده جبت فضيه وابلش امك انت تدري بتجيب ذهبي ايش في الجوي اوورز ان شاء الله افضل رياضي تخفف عليه ولا لا باذن الله لك بتجيبه والله اني ابغاها لك رغم بس ادري من قلبك انك تحبني والله يوم شجعتني في احمد والله اني اشجعك والله اني بفرح كل انا اللي جايبها افضل رياضي انا وياك ان شاء الله لا لا انت خسي اذا ما راحت لك فهي لي لا لا انت خسي انت طيب عندي سؤال وش بتجيب لي هديه بس والله لك هديه والله والله العظيم اي والله طيب يلا حبيبي خلنا نروح لغرفتك امشي يلا اخلص اخلص لا خلاص ها اي خلاص امشي خلاص اخيرا بس جبت بس طلعت حنين لا ادري من الجورز كان قلت اي لا بس جبت قمت جورز انبسطت بصراحه حبيت اني اكافئك فهمت ايه وش ذا انبسطت ولا ما انبسطت وش ذا ربك اسمع 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 ها والله مو مصالحك اني الحق مو مصالحك والله نور يا بربيعه المهم عموما باذن الله بيكون عندي الاسبوع بحول الله سبحانه وتعالى لا 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 حر طبعا الجوال حقه معي بمسك لمده اسبوع ولا كلمه اسكت خلينا نتكلم مع المنتج جايب هنا عشان يشوف اللقطات هذه يا الوسخ يا الدب عموما ما اعلن هذا كله انا رايح دوبي باذن الله ابو رحله خفيفه بعدين برجع الاكل موجود موصي الشباب عليه بياخذونه ودون ما عندنا نادي بس فقط لا غير يروح النادي ويرجع فقط اسكت يا ولع جسمك كله كرسون ورب المصعب طيب خلك كرسون خله ينفعك الحين اجلس نغنغ هنا خيس في التراب ترى فيه واطير ولا الحشرات وبيجيك الاكل من تحت الباب لا يا ابو ربيع عموما الوضع بنطول ان شاء الله عشان نحسن من اخلاقياته لان الولد مو بجسميا هو تعبان لا هو ذهنيا تعبان يعني يحتاج شوي توعيه وبالنسبه لي التوعيه ما تمشي انا احب العنف فهذا الشيء هو اللي يمشي مع الاشكال هذه حجز تاخذ جوال التحريم من اهم شيء عنده انتهى الموضوع يعني اي واحد بيكلمه ترى بيجي باي بس والله والله بس ازعج امي نعم نعم انا صانع محتوى حلو يمين المحتوى حلو المقطع ذا لي ولا لك وشو المقطع هذا انا جاي مصور صح بس خلاص لك لي لك الفيديو بالله عليك اي والله ما يهمك انت
سناب بس يهمك. اي يهمني السناب. خلاص سناب. انا ما يهمني يوتيوب صراحه. خلاص سنابك طالع لهم صح؟ اي سنابي موجود؟ اي هذا الشاهد. كويس. اسمح لي اقول كلمه؟ وش تقول؟ بس اعلان اعلان. حلو. حد يحط اعلان؟ حطها على قناتك ماني دخل. يلا. ادري اني وقفت عليكم المقطع يا جماعه وتبون تشوفون ابو ربيع يمسكني ويضربني الله المستعان، ولكن اعلاننا اليوم وكالعاده للتطبيق اللي احبه وان شاء الله انهم يحبوني ويحبون تطبيق الموفر. تطبيق الموفر يوفر لكم اكواد خصم لمواقع جدا كثيره طالعت لكم الان في الشاشه، امازون، نون، حتى المطاعم. بس انتبهوا لا يجيكم الرجال المعضل ذا يبقسكم. وتطبيق الموفر يا جماعه اضافوا حاجه جدا اسطوريه وجديده اللي هي وحدات الموفر، وكل اللي عليك ببساطه انك تجمع نقاط وتستفيد من هذه النقاط بشروط جدا سهله مثل المتابعه في انستغرام، متابعه في تويتر، اشياء واضحه وطالعه قدامكم الان. والشيء الجميل يا جماعه الخير اذا وصلت 6000 نقطه واللي يعتبر شيء جدا سهل تقدر تحول ال 6000 نقطه لقسائم شرائيه لاي موقع انت تبغاه. يعني انا عن نفسي مثلا اشتراكات النوادي، ملك النوادي بضبط وضعي روق. احلى تحيه للموفر اللي دائما يكافئون مستخدمين الموفر المخلصين. رابط تطبيق التحميل تحت وقدكم عارفينه، واللي ما حمله والله ما ادري ايش تنتظر. كمل المقطع كمل المقطع بنضرب. طبعا يا جماعه بعد فتره طلعني ابو ربيع وحن علي، ولكن تابع معي في الفيلا. واللي بيسال ابو سعد وينك الحين، انا جنبي هذا هذا. هلا والله. اخيرا اجتمعنا يا بعد قلبي. لازم نصور مقطع. هلا الخشب تم عليه الشحم. انتظروا هالمقطع عليه الشحم. وين احنا مسافرين؟ نعم. حلو. هذا سنابي وهذا سناب رايد ضيفونا. يا مرحبا. تعالوا ايوه. وفي مقطع ان شاء الله مع مشوع قريب موري خشم احمر. حبيب قلبي هلا. انا خليتك اخي ليه ما نصير ولا كلمة. انا خليك اخوي ولا كلمة. لا ماني بخويك ماني بخويك. طيب. انت لاعب ولا مدرب؟ أوكي. انا من الناس اللي اذا تمرن معي احد يمشي على الحرف. اذا لخبط يمين يسار شو يصير فيه؟ يموت. ولا مو بيموت، شو يصير فيه؟ ما موت احد. شو يصير فيه؟ ينضرب الى يموت؟ لا الى حد الموت. ما يموت الى حد الموت. ما راح يجي. بس وش احنا متفقين؟ متفقين. وش الاشياء هذه اللي اشوفها في الميديا؟ مو انا قلت لك اتاكد الاشياء؟ ايوه. مو انا قلت لك التمرين؟ بعدين اخويك ذاك تدب منهم تقعد هاي. لا عدونا واحد اتحدنا عشان ندمره اللي هو ابو ربيع. شوف انا ما اعرف من هذا ابو ربيع، من هذا ابو ربيع. دق عليه. طب اسمع خل نروح المطبخ اول. دق عليه بعدين بروح المطبخ. احمد. لا تقول اني معك. احمد ضروري تجي بالله يمديك؟ لا لا امور طيبه. يمديك تجي بالله؟ يجي المطبخ. يمديك تجي المطبخ؟ يلا ننتظر. كم يبالك؟ بتجيب وجبه معك؟ وجبه دايت 200 جرام دجاج 200 دجاج 200 رز. طيب مو لازم تجي ترى. لا 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 اسمع تعال المطبخ بسرعه، في واحد من العيال بيشوفك. تعال المطبخ. يلا يلا ابوريك المطبخ عشان تعرف بس ان احنا غذائنا صح. انا اكتشفت يا اخي، انا اكتشفت شيء تصدق. كل جروبك كل الاشياء اللي اشوفه كله دبابه يا اخي. تسولف بستاشي ولابس. السلام عليكم. كيف حال؟ حلو. هذا الطباخ حقكم عشان تفهم معه. لا لا مو الطباخ. مو الطباخ؟ هذا مسكين من جوا جفل خاف منك. اه اوكي خلاص. طفيت اللمبات من التوتر. لا ما في مشكلة ما في مشكلة. هذا مطبخنا، طلع لي غلط واحد. هذا وشو؟ ابو شهد والله العظيم مو انا. طيب ابو شهد ارسل لي رقم. هذا وشو؟ هذا وشو؟ مايونيز بالثوم. حلو. هذا وشو؟ هذه سمن. هذا وشو؟ هذا وشو؟ يعني كل هذه قلة الحياة الموجودة هذه وتقول لي أكلكم دايت، كل هذه الصوفات ولاحظت شيء ما في أكل عندكم. تدري ليش؟ أدري ليش؟ على الطلبات الفاست فود اللي قاعد تاكلونها كل يوم. خلينا نشيك على الزبالة. نشيك الزبالة مش بك. برجر رايزر ثلاث وجبات. لا لا غير صحيح. طيب اسمع أي ضربة ممكن أقطع الرنج. وشو؟ لا تضرب من الحين، خلني أحط الصوص. طيب أنت طرش الرنج مش مشكلة. لا يطش الرنج حرام نعمة. يعني الرنج في بطنك ولا هنا؟ أقدر أقدر. أقدر حلو. يعني حلو ترى بالحق فضيلة. رجعها واضربني أحد. تدري شو القهر؟ القهر أنك جالس عندي أسبوع، معسكر عندي أسبوع، يعني ما تتعلم؟ لا والله. تبي أومليت؟ شلون يفتح ذا؟ يعني وش رايك في المطبخ؟ انا قاعد اشيك ما في ولا شيء زين، ما في الا مويه بس. بصراحه جسمي ما تغير ابو ربيع صدق. ها؟ جسمك؟ خليك صريح يا اخي. هو شوف احنا نزلنا بس انت رجعت ثلاث ايام رجع كل شيء. لا بس ما لا ما تغير. لا لا ارفع البنطلون ارفعه ارفعه ارفعه. ها سيخ الشاورما الى الحين باقي. الى الحين موجود سيخ قله الادب الى الحين موجوده. وين خويك برا ما جاء؟ طولنا ترى. طيب انا بروح اجيب احمد ونرجع، انت بتقعد هنا تكفى تخوفه. تعالوا خلينا نروح نجيب احمد. لا تطول. ما عليك ما عليك. هلا. طيب احمد وصل يا جماعه، انتظرناه تقريبا ربع ساعه. تصير سريع. جيب لك هديه. جيب لك هديه. جيب لك واحد يعز عليك. تعال بسمع اللغلوغ فديت قلبك. بنروح المكان قريب من قلبي وقلبك. المطبخ. افرح. هو انا مستانس بس ليش الدنيا. جيب لك هديه. اي حاجه. جيب لك هديه. طيب
هذا هو ابو ربيع. اترك بطيء، ما يحتاج الحكم، ما يحتاج الفشل، مكور، ما يحتاج الفشل، كتله من الدهون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بخير. وش جاب من وجبه؟ جاب شيء؟ عندي بدا السيارة جايبها له عشان يبدا يشد حيله عشان يبدا. انت لازم تنحف عادي. اوكي لا عاد اشوف وجهك هنا ولا تكلم بس عدو قطع راسك. انت تبلك من يوم رايح ما اكلمك، تبلك من يوم رايح ما عاد اشوف وجهك. والله جسمك وحش. انا اتكلم معك جد، وش جسمك وحش؟ طيب اوكي اوكي يلا الله يستر عليك حبيبي. لا بالله خليه يتمرن معي. وشو؟ ابي يتمرن معي. عندكم صالة هنا؟ عند غرفة تحمل. صرفة؟ في غرفة تحمل. والله؟ والله. في صالة هنا؟ أبي يتمرن معي. لا لا. والله ما يخلي لحالي. من أول أنا أبيها يا شيخ. ماشي عندكم هنا بدل ما أروح وأجي ذا؟ أيوه. وأجيبك النادي. والله أبغى يتمرن معي. لا لا حبيبي ماشي. تعال. أي. أي. والله قدي خربان، أنا برجع للدايتر اليوم. كم وزنك أحمد؟ مين اسمه أنه أنا ولا هو تتوقع؟ أتوقع بعيد ترى متبعدين عن بعض. اللهم الطول يفرق. أنت ترى ما شاء الله تبارك الله محمل تحت. وتحت دقيق. كأنه سن. فالأمور طيبة. يلا 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 امشي. اوه والله شغل نظيف. والله احمد شو قوي يا شيخ. عنده مطبخ الخاص ها؟ لا هذا غرفة ملابس اخوي. غرفة ملابس اي الان احنا بنتمرن على يد كوتش متواضع. حلو. يعني كان ودنا نتمرن مع السدحان مثلا اي شخص فنان. لا السدحان قليل ادب. خش اركب اركب. ضرسي يا ضرسي بسم الله. والله ضرسي العقل. اش انا قلبي. انت تعال انت تعال. العب هنا تراي. انا بعلمك التمارين ضروري. والله لا تسوي قوي. لا تجيك طاير والله انت. ترى قوي. اسمع اسمع اسمع. حايط عليه بس لا تحايط على الرجال ترى انا وصلت وصلت القبلوي ترى قوه بقلبه يا ابو ما بغير كان قوه بقلبه قدها بالجسم بعد ها شو تغير؟ لا ما خلاص لا لا ما في خلاص شايف سطار ما في خلاص ما في خلاص ما في خلاص ايش شايف سطار 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 جاي وش تحفظ سطار؟ اسمع السوال مو مناسب انك تطيحني بعيد عن المقطع هن بنتسطر كمل هنا كمل وش هو بالعاش؟ كمل اسمع زين ترفع صوتك عالي ادفنك حي طيب تحت بيصي حق خويك امشي انت امشي فتره تعدي فتره تعدي ناخذ حقنا تكفون اي محامي ديسكريبشن بحط رقمي في المره مو حساباتي طب لا تمد يدك عشان ما اعصب انا ثاني مره لو سمحت اقسم بالله العظيم اقسم بالله وش ترى كل قوي في اقوى منك ما في مشكله اهم شيء انا اقوى منكم ما يهمك اقوى مننا؟ اي ربي ينتقمني انا ابي ولا كلمه انا ما لي كلمه طب لبسك مو حلو يعني اذا عضله زين الله يعطيك واحدة بس انت ترى دائما تجيب الفضية هناك في ذهب خذ والله بلندور انت انت كل يوم في ايرون هاوس 24 ساعة تشغل وتحط موسيقى هذا بلندور هذا بلندور ايش حق ايش؟ بلندور الطقم الخايس هو هو طقمه خايس قصدك بلندور حق ايش؟ انت اللي طقمه خايس خذها انا اخذها يعني؟ خلصتوا؟ خلصتوا؟ طبعا خلصنا الجلسة للأمانة اكتشفت آخر مرة يمكن أدرب أبو سعد لأن ما في فائدة إنسان عاصي إنسان لا مبالي إنسان ما يبي يدور مصلحة ولا كلمة ما يبي يدور مصلحة نفسه فهلك أمي طيب فعشان كذا أنا بروح البيت أحسن لي أبو ربيع أنت قاعد تتفلت على اثنين حنا بالقوة نتنفس بجيب لك واحد فوز عليه بنت رجال أبو عجبني السيف واحد فوز عليه واحد فوز عليه مكاسرة ورني مكاسرة أي. والله فيني إصابة في يدي بدا يتعذر طيب يلا راح جيب له صهيب يا جماعه جيبه من صهيب ذا بس طيب يا جماعه جت لحظه الحسم والفصل ابو ربيعه ضد صهيب اقوى واحد في فيلة بور هذا اللي بيفشك يا منفخ يا روبلوكس يا عملاق جايبيني مهابي والله ما احب اتكلم انا احب على قولتهم نبدا بسم الله نبدا ما نبي نسولف ايش الكلمه نبدا مهابي مهابي تطلع باصابه انت مهابي وي وي بدك تطلع باصابه لا جد قول لي ناظرني ما لي علاقه خالص ناظر بدك اصحاب الحمد لله احسن شيء نبدا بسم الله مني بمين اللي حكم ابو عبيره انفست ابو عبيره ركز معي حلو بتدربني عشان اعضل شوي زياده خلاص اوكي واذا انا فزت انا مش معضل انا واذا انا فزت ايش بدك انا ابي الرجال هذا ينحف 40 سلام عادي مش مقطعي تم 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 عادي والله والله ما تشمني ولا تشوفني مره ثانيه والله قد وقدود ما راح يفوز يلا هذا مطفوح على الفاضي يلا. يلا بسم الله والله لحظه منتظره لكن دقيقه قبل لا يبدون يتوقع ان ابو ربيع يفوز اضغط اشتراك ويتوقع انه صهيب يفوز اطلع انا والله اني خايف بسم
بسم الله. بسم الله بالتوفيق يا طرفين. قول به. يلا. حس قلبي ده. قول به. توترت والله. بسم الله. يلا ثلاثة. اثنين. واحد. قول به قول به يا صهيب والله يمديك. والله يمديك. ربيع بالطاقة ربيع ما عرفت والله شد معاه. 40 والله انه ما قصر 40 كيلو 40 كيلو ايش 40 كيلو مشاوي نزل مبروك عليك طقم مني مبروك هو يبي مد يده ما يبي طقم صدقني تدري ايش الغابنا هذا براند عبد الحسن الدحان انا ما عليك لا تشوف براند انت تكسبك هو مقسم لي كذا والله هو ابو ربيع ترى فيه اصابه يا جماعه ومع ذلك فاز ما شاء الله لكن صهيب ما قصر والله انت ترى انسان طبيعي مو طبيعي انا اتمرن كل يوم عادي تتمرن ترى لا معلومية ترى لعبه اللعبه اللي يلعبها اللي هو المكاسره ترى هي ما لها دخل في العضلات ابدا فعليا ما لها دخل في العضلات وللمعلوميه ترى مو اي احد يلعبها يعني اللي احد بيلعبها يا شباب واحد زي مثلا صهيب زي شباب اللي يلعبون هذول الفنانين فيها لانها لا ابو سعد يخسي لانها صدق صدق والله اتكلم جد والله والله العظيم يا شباب اذكر 2007 2008 لعبت انا بطوله كانت بودي ماستر انا لعبت وانا العبها انكسرت يد واحد كذا كان طبعا ترى كان اكبر مني عضلات كان عظم كان كذا فانا ما افضل انا شخصيا ما افضلها بس لعبتها عشان الشباب لانهم خاف يقولون عند زلابه زلابه ما اضيف ولا ازيد على كلام الكابتن عبد الله الربيع لكن قبل اي تمرين تسويه لازم الستاند بريس ستاند بريس ايوه وين السيف؟ لا 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 يا أبو لا 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 أيوة ألو ألو طبعاً هذا النشبة الكريم أحمد أقصد أحمد كريم مرة تراك كثرت المهم حبيبي وتاج راسي أبو ربيعة طلب إنه يشوف غرفتي يراجع ويدقق ويصادر أنا عارف إنه بيصادر نص الأشياء الموجودة ترى ما نظفت غرفة طيب ما يهمني انت وسخ يعني انت وسخت ام الغرفه عندي اضربه بسم الله لا ربيع من قليل الحياه ذا نزل انت يعني عندكم ضواطين نحاف ولا دبابه انت من انت قفل الباب يا حمار قفل الباب يا حمار قفل الباب خلاص مره اشوف هذا بشوف اسلم عليه والله مسك الله بالخير عمي حبيب قلبي شو اخبارك شلونك ابويا بخير زين انت الحمد لله حياكم الله في غرفتي المتواضعه احمد خلك منصف ومدقق مالي معي عندي سؤال واحد بس ايش هذه والله مو حقتي والله حقت واحد اسمه ابو شردان تخيل يجيب دباديب اجلس انت اجلس اجلس بتفرج انا زين اجلس اجلس غلطت نص غرفه اجلس اجلس والله انها غرفه طبيعيه ما شوف انت اللي جايبه؟ انا جايبك اثنين ولا الاول؟ يعني اثنين؟ ايه الاول كلاه خلصت خلال كم؟ خلال اسبوع كليته؟ من يوم رجعنا؟ مرة طيبة يا ابو ربيع هذا خل على جنب ولا كلمة ما تكلم شوف ولا كلمة لو داع ما وصل داعه اي زين حط الثلاجة خلاص ابو وش اللي طاح وش ذا؟ خبز تميس معطيها كبدة فول سوداني الصبح ها؟ يا ويلي ورب الكعبة الريحة خايف وشو تاكلها ذي؟ لا ما اكل هذه اعطيها الطيور والله اعطيها الطيور يا جماعه ما اغبي شيء والله الطير مات الطير كيف ياكل بيض؟ شو الطير هذا؟ شو الطير هذا؟ والله بيض بطريق وربنا المصحف خلاص اعطني مساحه شوي اني متوتر فهمت؟ اقسم بالله العظيم انا اللي متوتر انا اللي زعلان سكر الباب يا لوح لو سمحت صورت تفضل برا بس بعد اذنك يعني موضوع لا 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 ما يتحمل لا 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 تكفى 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 مالي دخل مالي دخل